الدكتور معاذ بن عبد الرحمن العمار من مواليد مدينة الرياض، أستاذ مساعد واستشاري مشارك في طب الأسرة ووكيل كلية الطب للشؤون التعليمية بجامعة شقراء، عضو مجلس إدارة الجمعية التعليمية الأولى في المملكة العربية السعودية، جمعية عقول والممثل المالي لها، حاصل على شهادة البورد السعودي والبورد العربي والبورد الأردني في تخصص طب الأسرة. سبق وأن عملت طبيب للمنتخب السعودي في كأس العالم ورئيس للأطباء المقيمين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. طب الأسرة هو تخصص عام وجميل يهتم بجميع أنواع الأمراض من الحالات الحرجة ومن الحالات المزمنة. مؤلف جزء من كتاب 5 Minutes Consult، كتاب طبي في مجال الطب الرياضي مع عدد من كبار المؤلفين، باحث طبي وناشر لعدد من الأبحاث الطبية المتخصصة في مجال السمنة، حائز على عدة جوائز محلية وعالمية من عدة جهات، جائزة أفضل طبيب في طب الأسرة لسنتين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، جائزة أفضل بحث طبي في يوم البحث الطبي العاشر في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، جائزة صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في البحث العلمي، جائزة مؤتمر الونكا العالمي الخامس في البحث العلمي. جميع هذه الإنجازات وهذه الجوائز التي حصلت عليها انعكست بشكل إيجابي على الأداء الوظيفي وعلى الخدمة العلاجية المقدمة للمريض. طبيب الأسرة يهتم بالأمراض جميعها، الأمراض المزمنة منها والحادة، الأمراض الباطنية والجراحية. طبيب الأسرة هو بوابة المستشفى والملجأ الأول للمريض، بحيث يلجأ له المريض في حالة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية أو الأمراض المزمنة، ويلجأ له المريض في حالة إصابته بأي مرض حاد أو مرض مزمن للمتابعة الدورية في هذا المرض. في تخصص طب الأسرة وفي الجانب الوقائي منه، تم اكتشاف حالات سرطانية في بداياتها وفي المرحلة المبكرة منها، وتم علاجها بعلاج بسيط دون اللجوء إلى العلاج الكيماوي. بعد نهاية أسبوع عمل شاق، أحب أن أقضي وقت ممتع مع الأهل أو الأصدقاء أمارس فيها رياضة المشي. هي جزء لا يتجزأ من جدولي الأسبوعي، تخفف من ضغط العمل، تخفف من ضغط الحياة، أجد فيها راحة نفسية، أناقش فيها مع الزملاء مختلف المواضيع خارج بيئة العمل، وهي تعتبر كنز لمن أتقن ممارستها. هناك محطات داعمة لمسيرة العلمية والعملية في مجال الطب، بداية بدعم والدي ووالدتي الحثيث ودعواتهم لي في كل حين، ومروراً بأصدقاء حريصين كل الحرص على كل ما يطور العلم، وما لمسته من دعم خاص من زوجتي الغالية في كل ما فيه فائدة وإضافة للمجال الطبي والمرضى بشكل خاص.